طولاش، عايزة بقى أسألك حاجة. احنا حضرتك قلتي امتحانات ولازم نبقى قلقانين شوية ولازم نركز لازم ننام كويس، كل الحاجات دي مفهومة، بس في حاجة بقى مختلفة في الثانوية العامة، في هوس. بحس يعني بحس ان احنا بنعمل بنوصل لمرحلة هوس، الأهالي بيوصلوا وده من الأهالي بصراحة، حلو بقى دي. بيوصلوا الطلبة ان هم يبقى عندهم هوس الثانويه العامه ده، وفي بيوصلوا لان هم بيجي لهم مثلا امغاص، بيجي لهم حاجات مرضيه فيزيكال او يعني حاجات في جسمهم هم، يعني مش بس نفسيا بيبقوا قلقانين. بالنسبه للحاجات اللي هي ليه بنعمل كده؟ ليه الثانويه العامه دي بعبع مش زيها زي امتحان عادي؟ طبعا هو في ناس بتشوف او هو مصيري ان احنا هنروح مثلا، كل حد بيبقى بيفكر في الجامعه اللي هو عايز يروحها وكل حاجه، بس مش نهايه العالم طبعا. او مش ان انا اوصل ان انا في الاخر امرض ابني او بنتي. طبعا هي دي الخطوه الثانيه اللي كنا هنقولها بتاعه اللي هو قبل ما ابدا اذاكر اساسا، اللي هي حته بيئه المذاكره، الجو اللي انا هذاكر فيه. لو انا بذاكر في اوضه مش نظيفه، لو انا بذاكر في مكان سيء يعني متبهدل عشوائي، ولو انا بذاكر في بيت الاب والام بيتخانقوا، الام بتزعق مع حد، البيت نفسه عامل طوارئ منع اي زيارات، منع البني ادم نفسه الطالب او الطالبه دول من اي حاجه طبيعيه، مع ان المخ بتاعنا في الطبيعي ان انت عمرك ما هتقعد تذاكر اليوم كله، مستحيل. حتى لو انت ضغطت على نفسك وهتذاكر عدد ساعات طويله، مش طبيعي عقلك مش هيستوعب المعلومه. ده احنا بنقول من 15 ل 20 دقيقه تستقبل معلومات او تراجع، وبعدين تريح. دي يعني تعمل حاجه ما بتبذلش فيها طاقه سواء بدنيه او ذهنيه. تريح دي يعني تعمل حاجه ريلاكس، تشوف ناس، تضحك مع ناس، بعدين ترجع تاني للمذاكرة. لكن لو كملت مرة واحدة غلط. وبنقول دايما الأم والأب مش بعدد ساعات المذاكرة، ما أنت ممكن تقعد ساعة أحسن بكتير من 20 ساعة أنت عايدهم أساسا مخك مش مستوعب. ففكرة البيوت، الجو اللي بيهيئوه الأم والأب أو الإخوات، وإن ممكن ده أنا بشوف العكس بقى، في ناس تعمل طوارئ وفي ناس بقى بتعمل عكس، بتحمله فوق طاقته ايام المذاكره. يعني مثلا تبقى الام متعوده ان بنتها دي مثلا هي اللي بتغسل المواعين، هي اللي بتنظف البيت، طب بلاش بقى في ايام الامتحانات، لان هي لو قامت عملت ده يبقى هنا الطاقه طلعت في حاجه. وفي نقطه برضو مهمه كنت بقولها في موضوع النفسي، ان في ولاد او بنات طلبه او طالبات ما عندهمش اللي يرعاهم. يعني احنا لما اتكلمنا في النقطه الاولى قلنا لما تلاقي ابنك متضايق ما تقوميهوش يذاكر وهو متضايق، اقعدي اتكلمي معاه شوفي ايه مضايقه، خليه يفرغ اللي جواه حتى لو ما لقيناش حل. القصه والحكايه او الحدوته اللي مضايقاه زي البنت اللي انت قابلتيها في اللجنه، شاغل مساحه كبيره من تفكيره واهتمامه، وبالتالي في مساحه مشغوله عندي انا لازم افرغها عشان يبقى فيها حاجه مفيده.